هل ضرب الطفل أجدى تربوياً أم الصراخ عليه ونكتفي بالصراخ؟ الجواب: الصراخ على الطفل دمار نفسي وهدم وجداني وعبث ببراءة الطفولة أكثر من 7 مرات من ضربه باليد. البعض منا يقول أنا ما أضرب، والله عمري ما ضربته، لكن صراخك أزال الطمأنينة والأمان من نفسي. كوابيس، تبول غير إرادي، ارتباك، تأتأة، فأفأة، لا تهدم الطفولة، لا تصارخ ولا تضرب، كن قدوة وكن حليما واجعل العصافير صوتها يرتفع في بيتك. بعد ذلك سيصلون إلى مراحل في العمر هناك تسكن نفوسهم.